السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وادي العريش بنوجه لكم أحلى تحية. وادي العريش بيعد أحد أهم وديان أطول وادي في شبه جزيرة سيناء كلها. بيربط جنوب شبه جزيرة سيناء بشمالها، وبينشأ من مرتفعات جبال العجمة ويسير في منتصف أرض الديه مخترقا جبالها، ثم أرض شمال سيناء اللي بيتخذ الاتجاه الشمالي الشرقي متتبعا الانحدار العام لسطح الأرض حتى يصل إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالا ويصب فيه بمدينة العريش الساحلية. والوادي بيشغل نحو ثلث مساحة شبه جزيرة سيناء، ويبلغ طوله حوالي 300 كيلو متر ومتوسط عرضه 40 متر في أضيق مناطق مجراه، وفي مناطق أخرى يصل عرضه إلى كيلو متر أو نحوها. وحكاية وادي العريش الأكبر والأطول بشمال سيناء، بيربط شبه الجزيرة بجنوبها زي ما قلنا، بدءا من جبال العجمة وصولا للبحر المتوسط، وعشرين وادي بيصبون في مجراه. تعرض للأسف قبل بداية 2010 لسيول انتهت بإنشاء الجسور. وبالنسبة للجسور طبعا جميلة وأجمل من الأول وكله، بس للأسف انتهت المزروعات الجميلة اللي كانت فيه من خضار ورقية ومن كافة أنواع المزروعات والشجر. موجودة المزروعات اللي أغلبها ورقية، طبعا أهمها المرامية والزعتر، طبعا الزعتر اللي بنحضره عندنا في العريش بكميات كبيرة، وبيتاكل مع الزيت، زيت الزيتون الأصلي. طبعا موجود فيه السبانخ، وموجود فيه السلق اللي بيتميز بالورقة العريضة اللي بتستخدم في المحاشي، بنعملها المحاشي زي ورق العنب كده بالظبط. وفي البقدونس، وفي الريحان، وفي الشبت، وفي الكزبرة الخضراء والكرفس والسبانخ والبصل الأخضر، حاجات طرحة كلها، وفي حاجات يعني لسه صغيرة لسه بتطرح يعني. وطبعا في موسم الملوخية بيكون غرقان بالملوخية. ومع الخير ده كله طبعا ما مش زي الأول، قبل السيل كان السيل أكتر بكتير من كده، لكن طبعا الناس اللي بتزرع خايفين يجي سيل من جديد ويخسروا المزروعات بتاعتهم، فاقتصر على المزروعات الورقية. طبعا الكرنب بيبقى حقلة الكرنب بتبقى مساحة كبيرة جدا في موسم الكرنب، بس لسه كله صغير يعني، لسه بداية انه يطرح دلوقتي. كانت جولة حلوة، خدنا فيها شوية خضار حلوين، ليها ريحة مميزة في الأكل وفي السلطات، بتبقى مختلفة تماما يعني. طبق سلطة من الخضروات الورقية والخضروات البلدية عموما عندنا يعني، الخضرة البلدية عندنا في العريش وفي رفح وفي الشيخ زويد مميزة جدا وريحتها جميلة جدا. وطبعا أهم ما فيها إنها كلها بتعتمد على مية المطرة، تتغذى بمية المطرة وبالمياه الجوفية بدون أي إضافات تانية، ده اللي بيميزها، صحية وريحتها جميلة جدا. والتربة الزراعية بتتميز باللون الفاتح، وتربة نقية بنسبة 100%. جولة كانت حلوة، والجو بداية الشتاء جو جميل جدا، وبنطلب من ربنا المطرة عشان نشوف الوادي أجمل ما يكون يعني، على أحسن ما يرام وأحسن ما يكون إن شاء الله. إن شاء الله كده الكاميرا تكون جابت أكبر مجموعة من الخضار الجميلة طبعا. وزي ما قلنا لكم بنزرع عندنا المرامية ومزروعات، يعني نسيت أقول برضو في أعشاب اللي هي أعشاب طبية تعتبر، أهمها المرامية. أهل العريش كلهم بيحبوا المرامية كشرب، وبيحبوها مع الشاي، ومطلوبة جدا في الشتاء وفي الصيف، في الشتاء أكتر من الصيف كمان. وبنزرع البابونج، وبنزرع الزعتر،